مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده خليني في البدايه كده نقول كاس العالم الاكثر حديثا والاكثر كل حاجه على السوشيال ميديا خلال الاسبوع ده وخلال الايام اللي فاتت. طبعا منتخباتنا العربيه عامله اداء جميل، ربنا يكرمهم جميعا وبالتوفيق لكل المنتخبات العربيه في كاس العالم. يمكن انا معلوماتي مش جامده جدا في الكوره، لكن اكيد الواحد فرحان لما بيشوف اي منتخب عربي بيكسب او بيفوز او بيلعب ماتش ويمثل بلده، او تحديدا مش بيمثل بلده بس بيمثل كل العرب. اكيد كنا نفسنا يبقى منتخب مصر موجود بصراحه، لكن ان شاء الله الامال اكتر في المنتخبات العربيه، بالتوفيق ليهم كلهم وان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب ويفرحوا العرب في كل مكان زي ما شفنا الفرحه اللي حصلت لما المنتخب السعودي كسب في اول مباراه ليه. خليني ابدا بحاجه عجبتني قوي، ويمكن انا بحب دايما اطلع الصور الجميله، ويمكن عندنا صور كتير واحداث كتير حلوه. يوم الاربع اللي فات تحديدا كان في خبر من الاخبار اللي عجباني جدا، وهو مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. فكان الاحتفال مختلف شويه، ان تم فتح كل المعالم السياحيه مجانا للاجانب وللمصريين، لان ده يوم بتحتفل فيه الدوله بمرور 100 عام على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. هتقولي طب هو انت ايه اللي فارق معاك الكلام ده؟ يعني هي اقول لك، اولا يمكن احنا لسه جايين من دبي وكنا موجودين في الفورمولا 1، وكنت بجرب في الفورمولا 1، بعمل لقاءات في الفورمولا 1 وعندنا شويه حاجات ان شاء الله حضراتكم تشوفوها تعجبكم، وكنت بجرب عربيه من العربيات الجديده اللي بيتم الكشف عنها في العالم لاول مره، واول تجربه رسميه للمازيراتي الام سي 20. اللي هقول لك شفته هو اللي مخليني فرحان ان احنا بنعمل خطوات حلوه بهذا الشكل. كاس العالم في قطر، لكن دبي مش بعيدة عن قطر، او تحديدا الامارات مش بعيدة عن قطر، المسافة بالطيران حوالي ساعة. وتم تحالفات ان يكون الناس قاعدة في دبي عشان تقدر تروح تتفرج على الماتش وترجع بالطيران، وبدأت شركات سياحة تعمل باكج طيران بهذا الشكل. ده فارق في ايه؟ فارق ان دي سياحة. فارق ان انت ازاي تستغل الاحداث اللي حواليك وتقدر تساعد فيها وتشارك فيها، وفي نفس الوقت تقدر تعمل سياحة عندك. ده اللي عندنا مبسوط منه، ان احنا بدأنا نستغل الحاجات اللي عندنا كتير. فيوم زي مثلا ان مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون، المعالم السياحية. تعالى السنة الجاية اليوم ده مثلا بقى يوم معروف وتحط في الكالندر او في الاجندة العالمية، فتفكر السياح ان تقولك والله انا هحجز بقى الفترة اللي حاجي فيها، خصوصا ان احنا في الفترة الحلوة اللطيفة بتاعت الجو الحلو ده، اجي في الوقت ده. مبسوط ان احنا عندنا اماكن بدأت كل الاوتيلات، كل الكافيهات وتحديدا الاوتيلات كمان كلها منزله على السوشيال ميديا وعلى الانستجرام بتاعها، بتقول انا بقابل تقدر تتفرج على ماتشات كاس العالم وتيجي. حلو حلو، لازم نستغل كل حاجة موجودة عندنا ونواكب الأحداث اللي بتحصل في العالم كله ونشتغل عليها. شوية ماركتينج صغيرة يا جماعة، الماركتيرز الحلوين بتوعنا الجامدين، عايزكوا شدوا حيلكوا، كل واحد شغال في حتة، فكر ازاي كل ده بيفيد بلدنا، كل ده بيفيد بلدنا. ما هو خلينا افكر، ما عنديش امكانية ان انا اروح مثلا كاس العالم، مش عارف التذاكر خلصت ولا مثلا، فجأة فكر طب انا عايز اتفرج على كاس العالم بطريقة. خلي بالك برضو فرجة وسط الناس ليها، يعني الناس اللي بتحب الكورة، انا اللي ما بحبش الكورة لما بتفرج على ماتشات منتخب مصر لازم، بس احب اتفرج عليها وسط الناس، اولا عشان مش فاهم طبعا حاجات كتير فبحب اللي حواليا يساعدني، اتنين ليها طعم. فتخيل ان انت بتقول تعالى اقعد في مصر واقضي اسبوعين واتفرج على الماتشات، وعندنا هنا شاشات مش عارف عامله حلو سياحة، والحمد لله رب العالمين سعيد وفخور بالتطور اللي بيحصل في مستوى السياحة الفترة اللي جاية والفترة اللي فاتت. لما كنا في مؤتمر المناخ كنت فرحان جدا بالعدد اللي موجود في شرم الشيخ من السياح،
ومش بس في شرم الشيخ، في حتت كتير. فان شاء الله الموضوع يزيد اكتر ونساعد ونشتغل مع بعض عشان نقوم السياحة اكتر. خليني اوريكم صورة حلوة قوي في حتتنا الميكروباصات، حبايبنا واصحابنا واخواتنا اللي عايزين دايما كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نخلي الميكروباص وسيلة نقل محترمة. مش لازم لما اشوف ميكروباص في الشارع ابقى متضايق منه، لازم اتعامل معاه بطريقة كويسة، وهو كمان يفرض عليا لما الاقيه بيتعامل بطريقة متحضرة وكويسة. موقف العاشر في مدينة نصر، خلينا افرجكم الصور. حصل تطوير لموقف العاشر بصورة محترمة قوي، يعني الصورة اللي انت هتفرج عليها دي تفرحك. بص، موقف الحي العاشر في مدينة نصر، اتفرج بقى على الجراج بقى شكله عامل ازاي، اللي المفروض الميكروباصات. بص الجمال، بص الجمال. الصور دي حقيقية يا جماعة من موقف الحي العاشر، بصوا الجمال. فالميكروباصات تركن وتبقى واقفة بشكل محترم آدمي للمواطن وللسائق الميكروباص، واركب يا باشا الميكروباص بطريقة كويسة وتحرك بطريقة كويسة وما ينزلكش وسط الشارع، ويركن في حتة كويسة ولا يخالف المرور ولا يخالف حركة السير، والناس تطلع وتنزل بطريقة محترمة. وده اللي نفسي اشوفه في كل المواقف عندنا بجد. خطوة حلوة جدا ومبسوط بيها، لان انا دايما بقول المواطن اللي بيستعمل الميكروباص عنده مشكلة، ان دايما سواقين الميكروباص تجبروا انه يتعامل ويقف في وسط الشارع ويجبره انه ينزله في الحته. لا، لازم تحترم المواطن ويحترم السائق برضه، الاثنين حضرتك بتقدم لي خدمه وانا كمواطن بستخدم الميكروباص فباخد خدمه من حضرتك بتقدمها وانا بدفع ثمنها. ماشي، ثمنها متوسط، ثمنها نعم ما بقاش الميكروباص رخيص زي زمان، الميكروباصات غليت. لما تيجي تحسب دلوقتي سائل الميكروباصات برضو حطت ارقام كبيرة، بس ماشي بنزين وقطع غيار ماشي، بس في الاخر انا عايزك برضو تعاملني انا كراجل بيركب ميكروباص بطريقة ادمية بطريقة كويسة، ما توقفنيش وسط الشارع، ما توقفش صف تاني، ما سواقتها واحدة واحدة. الحاجة التانية اللي بتمناها ان نحافظ على الصورة الحلوة دي، يعني الدولة عملت لي موقف كويس عشان انا كمواطن وانا رايح اركب الميكروباص كده الاقي مكان شكله كويس، وانت برضو كسواق راكن عربيتك في حتة كويس، ما تروحش بقى تغسل لي الميكروباص هنا وتبوظ لي الارض. ما تروحش بقى ما تركن متخطط الشارع وشكله كويس وحتة مظبوطة ونحافظ عليها. ما هو انت لما هتحافظ على المكان اللي انت بتاكل منه عيش ربنا هيكرمك، وانا كمان كمواطن لازم برضو احافظ على المكان ونطور الصورة الحلوة، ويبقى هي دي شكل المواقف بتاعتنا كلها، ما يبقاش الشكل اللي احنا للأسف ما بنبقاش مبسوطين منه ونبقى شايفينه في بعض الأماكن متضايق ان دي شكل صورة الميكروباصات. لا، وتلاقي واحد جاي يقولك بس الوسائل لا، عندنا زي ما في كده في كده. وخليني اقولك حاجة، في احلى حتت في اوروبا من غير ما اقول دول، والله العظيم والله العظيم، في دولة من الدول اللي هي بتاعت لها البرفيومز اللي ها والازياء، بتعدي شارع بس بتروح تلف كده وانت ماشي في الشارع كله، ها تروح داخل شارع كده وراه وداخل في حتة، والله لو حلفت لك ان ده في الدولة دي مش هتصدق. في السفرية من السفريات وانا موجود هناك سايق، دخلت غلط في المنطقة دي فصورت ستوري، رحت طلع التليفون، يا جماعه بصوا انا ماشي فين وبعمل ايه وبتاع. فالناس تقول لي ايه ده انت دخلت ازاي دي كذا، اقول لهم والله العظيم كذا. فزي ما في عنده ده عنده ده، وزي ما عندنا صوره في بعض الاماكن مش حلوه عندنا الصوره الحلوه اللي لازم نبينها للعالم ونطلعها للعالم كله يشوف ان احنا عندنا تطور، عندنا شبكه طرق اتحسنت، عندنا مواصلات بتتحسن اكتر. صدقوني لو اهتمنا ننقل الصورة الحلوة بس، ونهتم ان احنا نشتغل على الصورة الوحشة انها تبقى حلوة، مش بقولك ان نتغاضى عنها، لا، اهتم بيني وبينك واحنا قاعدين مع بعض كده نتكلم، العربية دي عايزة تتصلح الشنطة، بس مش لازم اصورها وهي الشنطة مخبوطة، ممكن اصور وش العربية سليم،
ما هو مثلا العربيه اللي احنا حاططها مين اللي كسر الاكس ده يا جماعه؟ الاكس اهو مقصها مكسور. بس لو انا حطيتها لك قدامك كده وانا قاعد على الهوا والمقص مكسور، بص هتقول لك ايه ده يا عم تامر، انت حطيت لي عربيه بمقص مكسور على الهوا. بس انا خدت الصوره الحلوه، رحت عامل كده وحطيت العربيه بشكلها الحلو، مش بكذب عليك بس بحاول اجمل لو في حاجه وحشه واصلحها، وهصلح المقص اللي اتكسر ده. هو ده اللي انا نفسي ان احنا دايما نفكر ننقل الصوره الحلوه بتاعتنا عن بلدنا اللي احنا عايشين فيها، بيتنا اللي مش عايز حد يبقى مستني يطلع يقول لك ايه، لا بس اصل المقص مكسور، اه بس بصلحه، استنى عليا بس كله زي الفل، بس ما تبصش على المكسور، بس عندي حته مكسوره بصلحها وان شاء الله كله يتصلح وبلدنا ان شاء الله في طريقها تبقى احسن واحسن. بص على الايجابيات اللي بقت موجوده معاك، فرق عمله معاك كل ده، بس خليني اقول لك والله من واحد الفتره اللي فاتت رجعت الشركات تشتغل، بدانا نسافر ونشوف الاحوال الاقتصاديه ونشوف شركات العربيات بتعمل ايه، فبتشوف احوال في كل حته، الاحوال صعبه، فتره صعبه بيمر فيها العالم، وخلاص ربنا كتب لنا ان احنا نبقى عايشين في الفتره دي، بس نشتغل ونطور من نفسنا ونفكر ازاي نعمل احسن في شغلنا عشان نبدا ندخل فلوس اكتر، نعمل شغل احسن، وان شاء الله طول ما نيتنا خير ربنا هيكرمنا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حوريكو حاجه حلوه قوي مش هتشوفوها في اي مكان غير عندنا، احنا برضو بتوع المحركات اللي بس المره دي طيارات. بعد الفاصل الرالي اللي احنا بننظمه ده رالي فلاي ان ايجيبت 2022، اول رالي طيران ننظمه في مصر سيرتيفايد من الاف اي من الايفنتس الاوفيشال بتاعتها، ودي مسابقه وبنعملها تحت الرعايه بتاعه سيد وزير الطيران المدني وسلطه الطيران المدني، وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه، وزاره الشباب والرياضه، وتلقينا دعم كتير جدا عشان نقدر نقيم الرالي ده اللي احنا بننظم له من اكتر من 8 شهور فاتت. والهدف من اقامة الرالي هو نشر الثقافة الجوية، وان احنا بندعو طيارين من خارج مدينة مصر العربية انهم ييجوا يشاركوا في رالي عبارة عن مسابقة بتتعمل هنا، وبنقيس فيها 3 حاجات عشان نطلع الترتيب بتاع الاول والتاني والتالت، و بندعم بيها الطيران في مصر، الطيارات الخاصة اللي جايين يشاركوا في المسابقة دي، والسياحة، وهم هنروح بعد مدينة الجونة هنروح أسوان، وبعد كده هنروح الأقصر، وهنطير على ارتفاعات منخفضة ونستمتع بمشاهدة الآثار بتاعتنا والجو الجميل اللي موجود عندنا في مصر. المسابقة حضرتك عبارة عن بنقيس 3 حاجات. اول واحده كانت سبوت لاندينج، يعني لما الطيارات نزلت في مطار الجونه بنقيس هو في حته معينه لازم الطياره تنزل تاتش داون فيها، دي اول بند. والحاجه الثانيه هي اي طيار قبل ما بيطلع في الرحله بيقول لنا هو هيستعمل قد ايه بنزين لغايه نوصل للديستنيشن بتاعته. والحاجه الثالثه المسه هي الوقت، انه لما يطلع فلايت من هنا رايحين اسوان كل طيار بيقول هو هياخد الرحله دي في قد ايه وقت. 3 حاجات دول هم القياسات اللي احنا بنعملها علشان نطلع النتائج اللي بتقول هو مين اللي كسب في المسابقه ده، مين اول مين تاني مين تالت. مسابقه طيران دوليه، يعني هي من الايفنتس بتاعه الاف اي اي اللي هي منظمه الطيران الدوليه للطيران الرياضي، والايفنتس دي بتبقى مدرجه في جدول المسابقات بتاعتهم، عشان كده هي دوليه. ومن الاشتراطات بتاعتهم ان لازم يكون على الاقل
50% من المشاركين من خارج البلد، وهو ده الفرق بين دولية وبين مسابقة طيران محلية. احنا عندنا تقريبا المشاركة من بره مصر حوالي 85%. القوانين اللي بتحكم المسابقة هي قوانين بتاعة الاتحاد الدولي للطيران، فهي نفس القوانين اللي محددة على كل الطائرات المشاركة في الرالي. رخصة الطيران هي المشترط فيها ان الطيار يكون معاه الرخصة اللي تسمحته ان هو يقود الطيارة بتاعته، الطيارة اللي جاي بيها. اول مرة تعمل FAI يعني Certified بمنظمة الطيران العملية العالمية للطيران الرياضي. بداية الفكرة ان عايزين نحط مصر على الاجندة الدولية بتاعة المسابقات بتاعة الطيران الرياضي، ودي عشان كده بقول لحضرتك انها اول مرة تتعمل Certified بالFAI. نتشرف اليوم بمشاركة أخواننا في جمهورية مصر، أول فعالية تقام في جمهورية مصر العربية اللي هي Air Rally، فعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي للطيران FAI. وصلنا كان مساء أمس إلى مطار الجونة، وبإذن الله ننتقل إلى الأقصر وأسوان. طبعا وجهة سياحية جميلة جدا، استمتعنا بالجولات السياحية أمس واليوم، والحضور اليوم الحمد لله يعني كان مشرف وجميل، وبإذن الله أنها تكون بداية لأنه مطار الجونة يكون وجهة سياحية ووجهة لمثل هذه الفعاليات. مدينة الجونة مميزة جدا بوجود المطار اللي يدعم مثل هذه الفعاليات، أيضا النشاطات السياحية والشاطئ الجميل في مدينة الجونة، والوقت هذا من السنة وقت جميل جدا، فالحمد لله يعني وجودنا كبداية في مدينة الجونة مشجعة ومحفزة للجميع بأنه يشارك في باقي الرحلات. استعدادات وصول عدد أكثر من 7 طائرات من المملكة العربية السعودية يحتاج إعدادات فنية وإعدادات تحضيرية للمشاركة. أيضا نشكر الزملاء الدكتور ياسر شركة الفرعون الطائر في مصر على عمل كل الترتيبات بمشاركة وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني. لكل طيار قبل كل رحلة في إجراءات معينة تتم اتخاذها بحذر يعني وحيطة، لأنه يتمم العملية الطيران والانتقال من منطقة إلى منطقة بسلامة وأمن. فالحمد لله يعني الرحلة كانت يعني تمت على أتم وجه، وجميع المشاركين وصلوا في الوقت المحدد، وكله كان الحمد لله على ما يرام يعني. احنا كمدينة الجونة عندنا البنية التحتية والموارد البشرية ان احنا نستضيف احداث وفعاليات بهذا الشكل، فاحنا عندنا طبعا المطار بتاع الجونة، وده بيؤهلنا ان احنا نستضيف حاجة زي الاير شو. وهو الاير شو ده النهاردة هو الحدث الاول من نوعه في مصر، التنظيم بتاع فلاينج فارو، وهو اسمه فلاينج ايجيبت. واحنا بنستضيف النهاردة 11 طيارة من دول مختلفة، وطيارين ومساعدين طيارين من دول مختلفة، وهو اير رالي، فهيبتدي من مدينة الجونة وهيعدي على الأقصر وهيعدي على أسوان، والطيارين هيبقوا بيطيروا بارتفاعات منخفضة علشان يستمتعوا بجمال المدن المصرية في الطريق. احنا احدى اهم استراتيجياتنا ان احنا ننظم فعاليات واحداث لتنشيط انواع مختلفة من السياحة، فالسياحة الرياضية، السياحة الفنية، السياحة الثقافية. فطبعا الجونة ليها تاريخ كبير في تنظيم الفعاليات دي كالاير شو، عندنا طبعا تنظيم فعاليات رياضية كتيرة. السنة دي عملنا بطولة السكواش الانترناشنال، الجونة سكواش تورنمنت الانترناشنال في نسختها 10، برضو عندنا الهاف ماراثون كان الأسبوع اللي فات، الأسبوع الجاي عندنا الإيفنت بتاع فوربس 30 أندر 30، وده برضو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وإحنا مستضيفينه هنا في الجونة، وإحنا دي حاجة بنفخر بيها دائما. جيت أمس أنا وصاحبي من الرياض إلى العلا، ومن العلا إلى مطار الجونة. طبعا أنا أشكر أول شيء شركة الفرعون الطائر اللي نظمت وساعدتنا في جميع التصاريح عشان ندخل وتصير الفعالية هذه ناجحة. طبعا كانت رحلة جدا ممتازة وتعامل جدا جميل شوي، بس الموضوع الهواء كان مزعج، واللي أتوقع ما حد له دخل فيه يعني، هذا من
إرادة الطبيعة ورب العالمين. طبعا الاستعدادات كانت مرة طويلة، قعدنا فترة نستعد بحكم الأجواء تكون مناسبة. كان عندكم قبل فترة مؤتمر المناخ، استشار في تنسيق بيننا وبينهم عشان ما يصير في عملية الازدحام. عندنا رحلة إن شاء الله غدا إلى أسوان، من ثم إلى الأقصر، نتفرج فيها على المعالم الجميلة اللي في مصر. طبعا كان التجهيز ما قصر الشباب، كلنا كنا يعني متساندين إنه إحنا نوصل، والحمد لله كل الطيارات وصلت، وزي ما انتم شايفين ما حد الحمد لله اشتكى من اي مشكله. التنسيق كان رائع الى الان، يعني الحمد لله كل شيء تمام. اكثر حاجه تعجبني في مدينه الجونه صراحه الجونة، اللي هي الاجواء، البحر فيها جميل، طبيعتها ساحره، تجمع ما بين البحر وما بين الصحراء، فطالع شكلها صراحه مره جميله، يعني الزراق البحر وناسها طيبين طبعا وإمكانياتها رائعة، كطيران جميلة يعني طول الطريق وإحنا نتمشى نصور، وعندنا صور رائعة صراحة للطبيعة، وجدا جدا صراحة جميلة حتى من في الأرض وفي الجو صراحة. طبعا الطائرة هذه طائرة ألمانية مصنوعة كاملا من الكربون فايبر. طبعا عيبها أنها شخصين، لكن فيها ميزات كثيرة، أنها خفيفة الوزن، سريعة، البنزين حقها يتحمل إلى 7 ساعات، طبعا ستيبل في الجو، التقنيه اللي فيها عاليه، فيها مزوده بباراشوت، مزوده في اوتو بايلوت، فيها جلاس كوكبيت، سكاي دانون وغارمن. الطائره طارت من المانيا الى السعوديه، ومن السعوديه الى مصر، وان شاء الله باذن الله بالسلامه حترجع الى السعوديه مره ثانيه. تعامل معها بالفول باور، تصير اسرع لكن ستيبل، لكن بطيئه، يعني تحد من سرعتها لكن ما فيها اي ضرر عليها، مزوده بجميع انظمه الامان والتقنيات اللي موجوده الان متوفره في الوقت الحالي. يعني مشاركتنا مع نادي الطيران السعودي، طبعا رحلة أخذتنا من الرياض إلى مدينة جدة، وبعدين من هناك عملنا الكاستم كليرنس، ختمنا الجواز ودخلنا جينا على الجونة مباشرة. تعامل الاي تي سي والمراقبين الجويين المصريين صراحة كان جميل، من بداية استقبالهم لنا من البحر الأحمر، والتعامل الإخوان أيضا في مطار الجونة في النزول والترتيبات كانت جدا رائعة. نشكرهم صراحة، ونشكر بالأخص صراحة شركة الفرعون الطائر على التنظيم الجميل اللي لقينا في الجونة، وأيضا الترتيبات الرائعة. بصراحة أنا أشوف المستقبل في الجونة صراحة مكان جميل للزيارة، وهذه أول زيارة لي في الجونة، وإن شاء الله بإذن الله بنرجع مع العائلة بإذن الله. جمال التنظيم، البحر، الترتيبات، صراحة المنطقة كلها كأنها منتجع. أول مرة أعرف عن حاجة زي كذا، أنه في منطقة في مصر بالجمال هذا وهي منتجع كامل، فصراحة جميلة جدا. الطيارة هذه هي سايتيشن جيت موستانج، سرعتها 380 عقدة طبعا، وترتفع إلى 41,000 قدم، فيها 2 انجن ماكينتين، تتسع إلى 6 أشخاص، وفيها دورة مياه. الطائرة هذه تعامل كتسمى برايفت جيت. ميزات البرايفت جيت هي سرعتها صراحة وراحة داخل الطائرة، مثل الطائرات اللي نشوفها في خطوط الطيران، مريحة من الداخل ووسيعة، فالراكب يحس فيها بالراحة والبرايفسي. This was a very good idea, I think, and I really enjoy this initiative. And I think you should do the initiative something similar every year, so we can involve many pilots. So this is interesting. Alguna is a beautiful facility. It is a resource for the country. I think that in the coming years it will be more used. And you have a large country. You should have more facilities like this in order to facilitate the movement, free movement of people. And you know, traffic on the roads are crowded. This is beautiful. You avoid the big airports. You know, I don't like private pilot doesn't like the big airports, waste of time. This is like this, easy and nice. أنا
سعيد جدا بتواجدي هنا في الجونة على أرض مصر الحبيبة، وسعيد بهذه المشاركة في أول فعالية لي أشارك فيها في مصر، وما شاء الله أشوف أن المشاركة هنا مشاركة دولية، وخصوصا أنه هذا الرالي ما شاء الله يتميز بأنه رالي ثقافي رياضي حضاري. بكرة إن شاء الله راح ننطلق من هنا إلى أسوان، وبعد بكرة راح نكون في الأقصر إن شاء الله. أشارك في الراليات القادمة، وإن شاء الله أنه السنين القادمة أنا أتوقع لهذا الرالي أنه يكون أكبر بكثير، يعني ما شاء الله كل عناصر النجاح متوفرة فيه. وأشكر القائمين السلطات المصرية ما شاء الله، يعني قدمت لنا كل التسهيلات، ومشارك بطيارتي دايموند 42 محركين، انطلقت يوم أمس من الرياض إلى العلا، ومن العلا طبعا مرورا من فوق الوج عبرت البحر الأحمر من فوق الغردقة ونزلت هنا. طبعا زمن الرحلتين من العلا من الرياض إلى العلا تقريبا 3 ساعات، ومن العلا إلى الجونة حوالي 2:45. شارك في الايفنت الرالي ده بتاع الطيارات والعربيات الكلاسيك بعربيتي ليلى المرسيدس 220 موديل 1971. الحقيقة الفكرة دي فكرة ممتازة جدا، وبتخلينا نبين للعالم كله قد ايه مصر فيها رياضات راقية، وقد ايه كمان الحكومة والمسؤولين بيهتموا ان هم يبينوا حاجات بنعملها كنشاطات تخلي السياح من العالم كله من النوع ده من الناس اللي هم يقتنوا الطيارات البرايفت والعربيات الكلاسيكس ان هم يجوا مصر عشان يقضوا وقت ظريف في مكان زي الجونة. ليه رونق طبعا للجو بتاعه، ورونك لمستوى الناس وفكرها والرقي بتاعها. احنا بنتمتع طبعا هنا في الجونة بشمس طول السنة، فيقدر الناس تيجي هنا ما تحسش ان في مشكلة في الجو تجنحهم ان هم يمارسوا نشاطات كتير واكتيفيتيز كتير وجاذرينجز زي اللي احنا عاملينها هنا النهاردة. فطبعا شابوه كبير جدا للناس المنظمة للإيفنت ده، وبنأمل دايما ان يكون في إيفنتس زي ديت في مصر تخلي السياحة تنتعش وتبقى نوع جديد من السياحة في مصر. فبالتوفيق دايما لكل الناس المشاركة. احنا النهاردة بنبتدي من الجونة، وبعد كده هيبقى في رالي للأقصر وأسوان، بعد كده هيرجعوا تاني على هنا. فجود لك لكل الناس المشاركة بطياراتها، وجود لك لكل الناس المشاركة بعربياتها. ايفنت تحفة، أنا أول مرة أجرب ايفنت زي كده، بصراحة مبسوطين جدا، وجربنا الطيارات اللي هنا ودخلنا جواها، بصراحة تحفة ومبسوطة جدا، especially إن في ميوزك والجو تحفة، وبصراحة أنا أصلا بموت في الجونة، ولما بحضر حاجة زي كده ببسط جدا، ف thank you so much. organization حلو بجد جدا، و I'm so happy إن أنا أشوف كل الطيارات وال vintage cars دي، و very good experience و nice from الجونة. organization حلو جدا. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، وشركة من الشركات المهمة جدا 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 اللي غابت عننا فترات طويلة. لو رجعت لفترة الستينات والسبعينات كنت هتلاقي كاديلاك، شركة من الشركات العريقة موجودة في مصر. اتفرج كده على الافلام بتاعت الاستاذ فريد الأطرش، وفكره دايما وهو دايما في الافلام كان بتاعت زمان، كان الموضوع ده مجنني دايما، تلاقيه بيركب من الباب اللي هنا مش باب السواق، لان كانت كنبه قدام، فتلاقيه بيركب من الباب اللي جنبه ونازل في الشط جوه، عمال رايح وسع، كان في براح في العربيات مش طبيعي. وطبعا في مشاهد كتير في افلام كتيره تتفرج فيها على شويه عربيات بتاعت زمان، من ضمنهم فيلم اشاعه حب. لو فاكرين فيلم اشاعه حب، طبعا من احلى الافلام اللي في ده. انا الفيلم ده لو لقيته شغال لازم اطلب اكل وافضل قاعد اتفرج على الفيلم من اوله لاخره، حط قدامي لقمه حلوه كده وقاعد. كان في كام شوت حلوين للفنان عمر الشريف
والعملاق يوسف بيك وهبي وهم راكبين عربية كونفرتبل بيتمشوا بيها في شوارع بورسعيد. وفي برضو شطات تانية للنجمة الجميلة هند رستم وهي راكبة عربية برضو كونفرتبل مش متذكر كابورلي ولا لا، وهي لما وصلت بورسعيد وبتحيي الجمهور. عندك افلام كتيرة، فدان عبد الحليم حافظ، كل الافلام الابيض واسود لو رجعت بيها للتاريخ هتلاقي عندنا عربيات كانت موجودة في السينما خطيرة، من ضمن العربيات دي كاديلاك. وجت فترة السبعينات شفنا بقى فرد العضلات لشركة كاديلاك بشكل كبير قوي. فالمهم كاديلاك اختفت عننا عن السوق المصري فترة طويلة بسبب المحركات، انها كانت كبيرة فاستهلاك بنزين طبعا مرعب، وما فيش وكيل كان ليها في الفترة دي. قررت شركة منصور وكيل كاديلاك في مصر انه يرجع تاني لإعادة العلامة دي للسوق المصري. فكانت بالنسبة لنا لما سمعت الخبر ايه اللي جايب كاديلاك دلوقتي بالمحركات الكبيرة، وكانت المفاجأة انهم جايين بعربية فول الكتريك كهرباء بالكامل في فئة السيارات الفخمة. ولسه عرفنا على مدار ويمكن المؤتمر الصحفي واتفرجنا على العربية شفنا ان هيتم كشف عن عربيات تانية خلال الفترة اللي جاية. لكن انا بالنسبة لي خطوة حلوة جدا ان عودة كاديلاك الى السوق المصري وعودة ليها بعربية مواكبة الى التقدم والمستقبل، الفول الكتريك مش هايبرد، لا ده فول الكتريك. والكشف على خطة مستقبلية للشركة خلال الفترة اللي جاية في مصر. فتعال نشوف التقرير والمؤتمر وارجع لحضراتكم على طول. Very excited about the Lyric innovation and technology that we're bringing to market. Cadillac's always been the first in innovation, and it's no different with the Cadillac Lyric. Whether you're talking about our Ultium platform, which is the battery technology that comes along with the Lyric, that delivers on 500 kilometer range, delivers on charging of 100 kilometers within 10 minutes, and Lyric brings in connectivity and infotainment that will keep your experience great throughout your entire ride. It comes with over 500 horsepower of many other features which will be new with the Cadillac Lyric. So we're excited that we've introduced 5 Cadillacs that will come to the Egypt market by 2025, starting with the Cadillac Lyric by 2023, and it will really demonstrate a broad range of Cadillacs for the Cadillac customers here in Egypt. And we're only announcing one at this time, but there's more to come. Egypt did a fantastic job with COP27, which gave us the opportunity to bring private and public sectors together and talk about how we collectively can find solutions to climate change. And as the sponsor with our partner in Mansour Group to have 150 electric vehicles to move people around for the event, everything from our Chevrolet Spark and our Chevrolet Bolt all the way to our Cadillac Lyric really demonstrates the broad solutions and the vehicle portfolio that we're bringing to market. So the technology's here, and collectively we need to bring it to market. Oh, it's not lost on me that I'm the first female managing director for an automotive company in the Middle East, and I hope that I'm providing women that are coming up through their careers something to aspire to and to motivate them. And I feel that that role is something I hopefully playing a strong role model for all women. The Lyric is full of innovation. Cadillac, by definition, one of the pillars of Cadillac as a brand is technology. And with the Cadillac Lyric that we're announcing later next year, it is powered by an Ultium platform, which is a 12
12-module battery platform that allows the Lyriq to travel up to 500 kilometers on a single charge, which is a really exciting proposition, I believe, for luxury customers in the market here in Egypt. I see nothing but potential for Cadillac here in Egypt. Over the next 5 years, we're introducing 5 electric vehicles in that time frame, and I believe that we're going to be able to meet every segment of the luxury market with an electric vehicle to meet their needs. Well, COP27 was an exciting place this week, and it doubly exciting is the fact that General Motors was a principal mobility sponsor for COP27. We had 150 EV vehicles on the road in Sharm el-Sheikh supporting the delegates and participants at Sharm. And it was just really a proud moment for us here at General Motors to see our electric vehicles on the road. الايرباجز او اكياس الهواء اللي تعتبر من اهم عناصر ووسائل الامان في العربيات دلوقتي. ابتدت القصه دي من واحد امريكي سنه 1950 عمل حادثه هو وعيلته، وكانوا ماشيين بالعربيه وحادثه حصلت. لما حصلت الحادثه بدات تدور في دماغه هو ليه ما فيش حاجه تحمي اللي قاعد جوه العربيه من التصادم. في الوقت ده كان لسه بدايه حزام الامان بدا انه يظهر وبدا انه يكون موجود في العربيه بشكل اساسي. عام 1951 قدر ياخد براءة اختراع الايرباكس، وبعد كده بدأ المشوار يتطور وبدأنا نشوف الايرباكس بتتطور في العربيات وتكون موجودة. فأول ما ابتدت في العربيات الغالية الفخمة، اوبشن من الاوبشنز المهمة جدا اللي اتطورت ووصلت بقت من أهم عناصر الأمان في أي عربية. الايرباكس بتكون موجودة في أماكن كتير، وهنا كل شركة بتقول الايرباكس بتاعتها بتتوزع ازاي في العربية. الطبيعي واقل حاجه ان يكون عندك 2 ايرباجز، واحده للي سايق يكون في الجزء ده وواحده للي جنبه في الجزء ده. لكن الموضوع اتطور بشكل كبير قوي، وبدات العربيات تتطور بشكل كتير وكبير جدا، ومع تطور حجمها اتطورت وسائل الامان اللي بقت موجوده في الايرباجز اللي موجودين في القوايم، سواء في الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث. ودي من الحاجات المهمه قوي اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري اي عربيه، وسائل الامان اللي موجوده فيها وكام ايرباج موجوده فيها واماكن الايرباجز دي فين. من الحاجات اللي بنغلط فيها اللي هوريها لكم دلوقتي، بعض الناس بتحط كرسي الاطفال جنبه وهو سايق، ودي من اخطر الحاجات، لان معظم العربيات بتحذرك تقول لك ما تحطش كرسي الاطفال في الحته دي، لان لا قدر الله مع اقل خبطه صغيره ممكن الايرباج تفتح تزق الكرسي ده يحصل كارثه كبيره. وهتلاقوا دايما التحذير بيكون موجود لاما على الشماسه او على القايمه. بعض العربيات فيها اوبشن زي الاوبشن اللي موجود عندي هنا دلوقتي ده، انك تقدر تفصل الايرباج الجانبي في حاله وضع الكرسي، وتيجي ان انت تقدر تروح عامل اوف بالمنظر ده، فبقى في الحاله دي الايرباج في الحته دي ما بيفتحش. بس خليني اقول لك من جوايا، انا ما بفضلش تماما كرسي الاطفال يكون في الجزء ده، حتى لو هيقابلك مشكله وانت سايقه ان الولد او البنت بيعيط جامد جدا فتضطري كل شويه توقفي، افضل بكتير انك تعرضي حياته للخطر ان يكون في الجزء ده. لاقل شيء المكان الافضل لوضع الطفل هو الكنبه الخلفيه، ويتحط في هنا في الجزء ده ويتثبت بطريقه مظبوطه، ده امن كتير جدا من المكان ده. واحده من اهم الحاجات اللي بتميز دايما عربيات فولفو هي اهتمامها بتطوير وسائل الامان بشكل كبير قوي. وزي ما فكروا في يوم من الأيام عشان يطلعوا براءة اختراع حزام الأمان ويفضل موجود على أي حزام أمان في عربية فولفو 1959، اهتموا كمان بتطور الإيرباجز بشكل كبير قوي. عشان كده فولفو دايما مهتمية بوسائل الأمان رقم واحد في عربياتها، وهو ده اللي حصل في موضوع الإيرباجز. اهتموا أن الإيرباجز تتطور بشكل كبير قوي، ففي حالة التصادم الأمامي بيظهر من الجزء ده إيرباجز تحمي الركب بشكل كبير قوي، وفي حالة التصادم اللي من الجنب بيطلع ايرباج من الجزء ده عشان يحمي اللي راكب العربية من التصادم من الجزء اللي في الجنب ده. الفكرة كمان مش بس في كده،
الفكره كمان ان فولفو طورت بشكل كبير قوي انظمه ضغط الهواء داخل الايرباج. هي الايرباج عباره عن ايه؟ حساس بيقرا ان في حادثه فبيبدا يضخ غاز جوه الوساده الهوائيه فبتطلع في وش الراكب او في الجنب او عند الركبه على حسب المكان اللي موجوده فيه. كانت في بعض المشاكل ان ضغط الهواء اللي بيطلع جوه الوساده الهوائيه قوي فبيعمل بعض الحالات اللي بتعرض الراكب للخطوره. فولفو طورت ان نسبه الهواء اللي بيتضخ جوه الوساده الهوائيه دي على حسب الصدمه يتنفخ قد ايه، فلو الخبطه جامده فهو محتاج قد ايه، مع كمان سرعه تفريغ بعد ما يتنفخ بسرعه وياخد الصدمه يبدا يفضي عشان يبدا الراكب او اللي موجود جوه العربيه يتنفس. اما بقى الاختراع ده فده اختراع مميت خطير جدا اللي بيتحط كانك حاطط الحزام بتاعك. بعض الناس بتقابلهم مشكله ان الكراسي دلوقتي بقى فيها سنسورز فمجرد اي وزن محطوط، فلو انت حاطط شنطه لو مشتري شويه فاكهه من عند الفاكهاني وحطيتهم جنبك على الكرسي يبدا الكرسي يديك انذار انه محتاج حزام الامان ان في شخص، فيبدا الناس تلجا الى الحيله دي. الجزء ده اللي بيروح مركبه بالمنظر ده ومش عارف ان دي كارثه كبيره ممكن تحصل. الكارثه الكبيره ان العربيه قاريه ان في شخص موجود هنا ورابط الحزام. خلي بالك ده شيء خطير جدا، ارجوك ما تستعملوش. من الحاجات الحلوه اللي عايز اتكلم فيها بصراحه المستوى الرائع من التنظيم في الدول العربيه اللي حوالينا. مبسوط ان عندنا صوره حلوه بتتنقل للعالم الغربي. ما تيجي تتفرج عندنا بإمكانياتنا الحمد لله عملنا بطولة أفريقيا، عندنا الحاجات الأثرية بتاعتنا، عندنا احتفالات كتير بتخلي العالم يتفرج عليك بصورة مختلفة. في رياضة المحركات وإن شاء الله يبقى عندنا حدث، أنا من الحاجات اللي بحلم بيها إن إحنا نقدر ننظم حاجة كبيرة دولية زي ما استقبلنا مثلا بطولة العالم سي بي دي في يوم الأيام في مصر، يبقى عندنا جولة من جولات سباق من السباقات في بطولة العالم عشان نخش يبقى لينا مكان في خريطة رياضة السيارات العالمية. السعودية او تحديدا المملكة العربية السعودية قدرت انها تستقبل الفورمولا 1 بحلبة من الحلبات الجميلة الممتعة وهي حلبات الشوارع، اتحولت الى تراك للفورمولا 1 وبقت موجودة في الكالندر او اجندة الفورمولا 1 في جولة في المملكة العربية السعودية. انا لسه راجع من ابو ظبي وتحديدا من اخر جولة للفورمولا 1، ودايما بشكر بيريلي ايجيبت اللي دايما بتسابورت ان احنا نكون موجودين، الراعي الرسمي للفورمولا 1. فلما تتفرج تشوف الاجانب والسائقين اللي هم يعني بيدور على فهم تفصيلة يقول لك انا بستنى جولة ابو ظبي لكذا سبب. اول سبب دي اللي بتنهي بيها الموسم وبياخدوا اجازة بعد كده وبيعرفوا مين اللي كسبان والترتيب، فبتبقى ليها طعم تاني انك ايه خلصت الامتحانات واخد اجازة اخر السنة. الحاجة التانية التنظيم المحترم الراقي اللي واصل لاعلى مستويات الرفاهية في سباق، من اول ارخص تذكرة يتفرج عليها الجمهور لاغلى واحدة. الحمد لله كرم ربنا علينا ونعمته، الواحد لف اغلبية سباقات الفورمولا 1 في العالم. تظل اخر جولة بتاعت ابو ظبي في حتة لوحدها من حيث الرفاهية والتطور طبعا عشان اخر جولة. من سباقين بس يعني السعودية لسه داخلة قريب موجودة هي وابو ظبي، تيجي تتكلم كده يقولك ايه ايه ده الجولة بتاعت ابو ظبي والجولة بتاعت السعودية في حتة مختلفة. فانا مبسوط بالمستوى الراقي اللي احنا وصلنا له كدول عربية بتنظم احداث، ومش بتكلم بس على العربيات. كاس العالم ما هي صورة حلوة، قطر بتنظم كاس العالم صورة حلوة طالعة قدام العالم، الاجانب كلها موجودين. السعودية بتعمل احداث كتير، موسم الرياض، فورمولا 1، ابو ظبي ودبي احداث بقى عندك ما شاء الله حاجات كتير قوي. تيجي تبص على الفورمولا 1 انت ما تستقلش بيها، اوتيلات مليانة كلها دبي وابو ظبي. الفترة دي انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، الفترة دي
كاس عالم مع فورمولا 1، فالراجل الاجنبي يقول لك انا باخد باكج، باجي احضر الفورمولا 1 وباخد باكج زي ما قلت حضراتكم في اول الحلقه كده، يقعد في اوتيل وياخد طياره يطلع يتفرج على الماتشات في قطر ويرجع تاني. مفيش احلى من كده، اجازه بتاعته سنويه بيصرف فيها رقم مش كبير قوي وجاي ينبسط يتفرج على اهم حدثين في العالم سواء في رياضه السيارات او في كره القدم. هو ده اللي انا دايما بقوله، ان احنا محتاجين يبقى عندنا اجنده بتاعت احداثنا السنويه. ان شاء الله عندنا مثلا اول 3 شهور عندنا مثلا كذا وكذا وكذا في مصر، نطلع اخد انا في البرنامج وفلان ياخد في برنامجه، وده في الجورنان وده في السوشيال ميديا، وشركات السياحة تبدأ تبعت لكل الشركات برا اللي بتقول لهم والله عندنا الثلاث شهور جاينا عندنا حدث كذا وكذا وكذا، عندنا سباق كذا في مصر، وعندنا بطولة كذا، وعندنا ايفنت. فانا كراجل اجنبي عايش برا وفكر اخد اجازة، اقول اه والله لا انا اخد اجازة في الشهر مثلا اتنين في 3 حاجات في مصر حلوة، احضر حاجة في القاهرة واحدة في الجونة واحدة كذا. سياحة ماركتينج، هي الموضوع مش صعب، الموضوع بس ان احنا نقعد مع بعض كده، والله حضرتك عندك ايه بتوع العربيات، يا بتوع الرياضات الاخرى، يا بتوع المهرجانات مثلا. انا بقولها لك ببساطه، من ضمن الحاجات اللي عجبتني احنا عندنا تطور حصل في مطار القاهره بشكل ملحوظ قوي يا جماعه. خلي بالكم مطار القاهره اتطور بشكل كبير جدا، محتاج بس نطور احنا نفسنا يعني السلوك البشري. معلش ما تزعلش مني، محتاج انا كراجل بشتغل في اي مكان اطور من نفسي عشان اواكب الشكل اللي انا شغال فيه. هي الفكرة مش حيطان بس تتجدد، لازم انا كمان اطور من نفسي عشان اخد سلمة فوق كمان زيادة. فمطار القاهرة من خلي بالك المطارات هي الصورة اللي بتنقل اول لقطة لاي حد بيوصل اي بلد، فمطار القاهرة اتطور بشكل كويس قوي. محتاج نطور شوية في بعض الخدمات او في بعض العناصر البشرية، هتفرق. كل التقدير والاحترام ليهم طبعا، بس يلا ندي للناس كورسات، نديهم في فرصة ان يطلع ياخد دورة تدريبية في احد المطارات. في لازم تخلي كل واحد، او مش بتكلم بس في المطار، في اي حاجة بص شوف حواليك بيعمل ايه عشان اطلع للصورة ان شاء الله الاحلى، لان احنا عندنا حاجات كتير حلوة. عندنا كمان انت عارفين انا ليه بتكلم في القصة دي، بلاقي عندنا احداث كتيرة زي مثلا رالي الجونة اللي حضراتكم شفتوه. احنا عندنا رالي الجونة صحراء، وعندنا رالي الطائرات اللي حضراتكم شفتوه ده. بصوا الحدثين دول لو اتحطوا في اجندة احداث بتحصل تقول والله عندي كذا وكذا. طيب واحد زي تامر ده بيحب العربيات هيفكر يقول طيب ما انا اليومين دول فرق كمان خلي بالك يقدر يجي مصر برقم مش كبير خالص مع فرق العملة ده بألف يورو، انت متخيل هيعمل ايه؟ فيجي ويقضي ويقعد في الاوتيل وينبسط ويتفرج ويشوف حاجة جديدة ويحضر ايفنت جامد. هو ده اللي انا بس نفسي ان احنا نوصله، ان يبقى عندنا اجندة فيها الاحداث بتاعتنا اللي بتتم كل 3 شهور كل 6 شهور، واروح متواصل مع الشركات اللي بتبعت للشركات بره تجيب اجانب شركات سياحه، والله انا الست شهور الجايين عندي ده، اشتغل على ده بقى. بالخطوات دي هنطلع حاجات احلى بكتير، وهنضاعف ارقام السياحه، وهنضاعف ارقام الزيارات لمصر. كل ده هيفرق معانا، ما هو كل ده بيجيب لنا عمله صعبه وبيشغلني ويشغل ده فلان ويشغل. وصدقوني والله العظيم لو فكرنا مع بعض كده ازاي كل واحد، وما تقولش انا كراجل لا انا ليا دور وحضرتك ليك دور، مش لازم مديرك هو اللي يقولك، لا ابدا فكر وطور. ونفسي والنبي نشيل جمله، في جمله كده نفسي نشيلها من حياتنا، يا باشا على قد فلوسكم. والنبي مفيش حد في الدنيا راضي على الرقم اللي بيقبضه في مرتبه، والله لو بياخد ايه. بس صدقني لو فكرت في يوم من الايام انا هعمل عليا بزياده، ربنا هيبارك على الرقم اللي داخل ده حتى لو هو رقم قليل فوق ما تتخيل. ومش كلام، وجرب جرب نبدا بس ان ايه نطور الدنيا شويه مع نفسنا كده سلوكنا. انا فكري دلوقتي الطريق بيتجدد، العربيه اتطورت، بس انا سايق لو بسوق بالسلوك بتاع 20 سنه ورا هيفضل هو مفيش حاجه هحس انها اتغيرت.
ما انا ماشي على الطريق اللي شكله حلو ومتنور ومتسفلت وركب عربيه جديده فيها اعلى انظمه امان، بس انا سواقتي ماشي في النص ولا ماشي بين حاره دي ولا حاره دي وماسك الشمال وما بوظت كل حاجه. معلش ممكن كلامي ده ناس كتير تقولك اصل، بس صدقوني لو عملنا شويه الحاجات الصغيره دي هتفرق كتير، عشان احنا اللي كل يوم مع بعض في الشارع رايحين جايين، مش مستنيين حد هو اللي يغير من نفسه ويقول لي اعمل كذا. انا اللي هعمل، انا اللي سايق، انا سايق عربيتي، مش هيتحط لي لازم عشان في مخالفه فانا هضطر امشي، لا انا هعمل ده من نفسي وبرضه عشان احافظ وما اخدش مخالفه. وربنا ان شاء الله يصلح حالنا اكتر واحسن ان شاء الله باذن الله، وربنا دايما يجعلنا سبب للخير لبعض. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، خليكم دايما متابعينا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوس بنزين مع تامر بشير، والاكونت على الانستجرام تامر بشير، ده الاكونت الوحيد اللي تقدروا تتابعوا عليه كل حاجه. اشوفكم الحلقه الجايه، تصبحوا على خير.